الجيش الوطني الشعبي. أولا تنويركم ب من خلال تنفيذ القوانين الخاصة بالجمهورية، وتعمل أيضا في المجال العسكري ما يسمى بالشرطة العسكرية فيما يخص إما التعبئة. أولا احنا تلاميذ ثانوية من بلنا نشكر الدرك الوطني على هذه المبادرة اللي وضحوا لنا شروط التجنيد وكيفية الدخول في خدمة، وحنا نحن في خدمة الوطن، اللي ورونا صوالح ما كناش نعرفوهم، قدموا لنا نصائح وتوجيهات، والآن الحمد لله كاين اللي ولات عنده الرغبة في الدخول للدرك الوطني وخدمة، ونحن هنا في خدمة الوطن. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، احنا طلبة ثانوية أحمد بن بلة المشرية ولاية نعامة، نشكر فرقة الدرك الوطني على الحملة التحسيسية التي قدموها والتجنيد، وكان هناك يعني في شروط في يعني لم يكن التلاميذ لم يكن الذي لم يكن لديه رغبة في هذه في هذا التجنيد يعني فأصبح لديه رغبة. قدم المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بنعامة حملة تحسيسية متعلقة بالتجنيد في صفوف الدرك الوطني. العملية تتمس كل ثانويات الولاية، أين يتم تقديم كل الشروحات والتفاصيل للمتمدرسات والمتمدرسين من أجل الالتحاق بسلك الدرك الوطني.